السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم دكاترة؟ إن شاء الله النهاردة معدنا مع بعض مع موضوع الفاج ثيرابي أو استخدام البكتيريوفاجس أز أنتي بكتيريال إيجنت. الموضوع ده في الحقيقة زي ما هنعرف في محاضرة النهاردة هو مش حاجة جديدة. الموضوع ده موجود من زمان، من أكتر من 100 سنة، ولكن حديثا أصبح فيه ترند، لأن إحنا أصبح بتواجه العالم مشكلة الأنتيبيوتيك ريزيستنس كمشكلة كبيرة جدا، وهنعرف حتى حجم المشكلة دي متوقع ان هو يزيد جدا في السنوات القادمة. فمن ضمن الحلول اللي كانت مقترحة ان احنا نرجع نفكر تاني في الفاش سيرابي ونشوف الابليكيشنز بتاعتها ايه، وهل نقدر نستخدمها ونقدر نطور من العلاج ده ولا ايه. هنبدأ بانترودكشن وبعد كده نتكلم على الانتيبيوتيك ريزيستنس از ا بروبلم، ونشوف الحجم المشكلة ايه ونشوف اسبابها ايه، وبعدين هنشوف بعض التكنيكس او بعض الحلول المقترحة والاكشن بلانز اللي بدات ال WHO والمنظمات العالميه ودول كتير حاليا دلوقتي بقت انكوربوريتد وانفولفد في المخطط العالمي ان احنا نقدر تو اوفركم الانتيبيوتيك ريزيستنس. هندخل بعد كده على الديسكفري اوف فاجس، وهنتكلم في الديسكفري اوف فاجس كرونولوجيكال يعني بترتيب زمني، نشوف الهيستوري بتاع الديسكفري بدا امتى بالظبط وازاي بداوا يفكروا فيها لحد ما نوصل دلوقتي الموضوع بيتطبق ازاي وفين وايه الكلينيكال ابلكيشنز بتاعته. كمان هناخد الادفانتج اوف فاجس، طبعا هنعدي على الميكانيزم، طبعا الميكانيزم اوف فاجس هنعرف ازاي الميكانيزم، ازاي الفاجس بتشتغل ثيرابيوتيكالي وبتقتل البكتيريا. هنتكلم بعد كده على الادفانتج اوف فاجس ونشوف ايه مميزاتها اوفر الانتيبيوتكس او الستاندرد اوف كير عندنا الانتي بكتيريال ايجنت. هل في مشاكل بتواجهنا في الفورميوليشنز او في السيفتي او في الافيكاسي بتاع الفاجس؟ هناخد الدروباكس وهنشوف رياليستيك اكزامبلز، يعني دي حاجه انا يعني حسيت انها تبقى حاجه مفيده وبتخدم البرزنتيشن، ان احنا نشوف حاجه رياليستيك فعلا، شكل البرودكت ايه، الانديكيشنز بتاعته، الكونترا انديكيشنز، الدوز، كما لو كان دواء عادي في علبه عاديه وبيتباع وماركتد. فبنشوف رياليستيك اكزامبلز ليه فاج برودكت موجوده. كمان هنتكلم على كلينيكال ترايل منشوره في جورنال مشهور قوي اسمه الفرونتيرز اوف مايكروبيولوجي. فرونتيرز دي عيله من الجورنالز، في فرونتيرز مايكروبيولوجي، فرونتيرز مش عارف بايوكيمستري. فالفرونتيرز دي يعني هاي امباكت فاكتور جورنال وبير ريفيود. هنشوف احد الكلينيكال ترايلز اللي منشوره اللي بتبروف ان الفاج ثيرابي ليه افيكاسي عاليه against a multi-drug resistant microorganism. وهيكون في النهاية هنشوف conclusion صغير كده. طيب تعالوا نبدأ مع بعض بالانترودكشن ونشوف بنقول ايه. زي ما احنا عارفين الانتيبيوتكس هي بتعتبر نقلة تاريخية اثناء الحروب العالمية واثناء الفترة يعني الفترات القديمة ما قبل عصر ما قبل اكتشاف الانتيبيوتكس، كان الناس بتموت من الانجريز، من الووند، من الانفكشنز، وهم مش عارفين وكانوا بيموتوا، كانت نسبه وفيات نتيجه الانفكشنز والديس والسيبسس والكلام ده كبيره جدا. فالانتيبيوتكس تعتبر بالنسبه للهيومن لايف سيفنج، اوكي، ومشكله الانتيبيوتيك ريزيستنس اون ذا اذر هاند مشكله ديدلي، اوكي. ولكن البكتيريا، نظرا لان البكتيريا كائنات حيه، البكتيريا زي ما انت قاعد بتفكر انك تستخدم انتيبيوتكس عشان تقتل البكتيريا، on the other hand البكتيريا قاعده بتفكر how to overcome الانتيبيوتكس اللي انت بتستخدمها. اوكي؟ فلذلك على مر السنين بدات تظهر الانتيبيوتيك ريزيستنس وبدات البكتيريا بتطور من نفسها. النهارده انت عندك البكتيريا في يعني في شكل مشهور للانتيبيوتيك ريزيستنس، البكتيريا مش بتدخل الانتيبيوتيك خالص، decreased permeability، البكتيريا بتزود الافلكس بتاع الانتيبيوتيك لما بيدخل، increased افلكس. في مثلا الانتيبيوتيك بعد ما يدخل تعمل له inactivation بانزيم معين. اوكي، ده شكل من اشكال الريزيستنس. في من اشكال الريزيستنس ان البكتيريا تبتدي تعتمد على الترناتيف باسوي، بمعنى حاجه مثلا زي السلفونامايدز مشهوره قوي انها انتي فوليت. اوكي، سام تايمز البكتيريا دلوقتي بدات تعتمد على انها تصنع الفوليت من اذر باسويز، اذر زين البار امينو بنزويك اسيد والفوليت باسوي، تترا هيدروفوليت والداي هيدروفوليت والباسوي، ده البكتيريا بدات تصنع فوليت من اذر باسوي بحيث انها ما تعتمدش على الباسوي اللي انت بتعمل له انهبشن بالسلفونامايدز وبالترايميسوبريم والكلام. فزي ما انت قاعد بتفكر ازاي تقتل البكتيريا بانتيبيوتكس، البكتيريا اون ذا اذر هاند قاعده بتفكر هاو تو اوفركم هذه الانتيبيوتكس.
المشكلة اللي عندنا بقى ايه؟ ان الانتيبيوتكس دي مش حاجة بقى احنا اللي بنغيرها. الانتيبيوتكس دي كيميكالز او مولوكيولز، لكن البكتيريا كائن حي عنده جينات وعنده بلازمدز وعنده دي ان ايه وعنده ايبي جينوم، وقاعد بيفكر ازاي يغير في الاستراكشرز بتاعته ويغير في قدراته، تمام؟ فالانتيبيوتيك ريزيستنس مشكلة يعني ظهرت وبتظهر وبتزيد مع مر السنين. والاكتر من كده ان البكتيريا كانت ترانسفير ريزيستنس، البكتيريا ممكن بتنقل الريزيستنس للبكتيريا الاخرى عن طريق البلازمدز وخلافه وعن طريق الناتشرال سيلكشن. يعني انت النهارده لما تقتل البكتيريا اللي هي سسبتابل، مين اللي هيعيش ومين اللي هيزيد ويحصل له جروس وديفيجن؟ البكتيريا الريزيستنت هي اللي هتعيش، لان انت بتقتل السسبتابل، اوكي؟ فدي بيسموها في الحياه ناتشرال سيلكشن، الانتخاب الطبيعي، اوكي؟ ان البقاء للاقوى. البكتيريا السسبتابل انت موتتها بالانتي بايوتكس، فالريزيستنت هي اللي هتعيش دلوقتي وهي اللي هتكمل، تمام؟ طيب في سنه 1945 كان الكسندر فيلمينج، طبعا ده العالم اللي اكتشف البنسلين واخذ على هذا الاكتشاف جائزه نوبل في سنه 1945. لما بيجي يستلم الجائزه كده بيقول حاجه زي موتيفيشنال توك، او يعني بيقول خطاب صغير كده وهو بيستلم جائزه نوبل. ففي السنه دي قال الكسندر فيلمينج، قال والله يا جماعه ان الانابروبريت يوز اوف انتيبيوتكس كود كوز ايمرجنس اوف بكتيريا ريزيستنت تو اول انتيبيوتكس. الراجل اللي اخترع البنسلين من 60 سنه هو نفسه اللي قال لك والله ده لو احنا اسأنا استخدام الانتيبيوتكس قد تظهر بعد كده بكتيريا ريزيستنت تو اول انتيبيوتكس. انفورشنيتلي ولسوء الحظ، فيلمينج بريدكشن هاز بيكم ا رياليتي. التوقع او النبوءه بتاعه الكسندر فيلمينج اصبحت بالفعل حقيقه، واحنا العالم كله از ناو موفينج فورورد ذا بوست انتيبيوتيك ايرا، عصر ما بعد الانتيبيوتكس، لان هتصبح كل الانتيبيوتكس unaffected، وممكن يبقى في عندنا سوبر باجز اللي هي untreatable وكان بي ايفن ديدلي، مفيش اي حاجه بتعالجها، في بكتيريا او في انفكشن بتهاجم الناس زي ما كانت ايام الكوليرا كده والوباء والكلام ده. عندنا انفكشن مش بتتعالج باي حاجه ومفيش حاجه بتاثر فيها. طيب in this presentation we will mention the major contributing factor for the development of resistance. في هذه البرزنتيشن هنتكلم على الاسباب الرئيسيه للانتيبيوتيك ريزيستنت، followed by discussing the phage therapy، وهنتكلم بعد كده على الفاج ثيرابي as one of the interesting weapons، واحد من الأسلحة اللي تعتبر interesting و attractive to be used in the war against bacterial resistance، اللي ممكن نستخدمها في الحرب بتاعتنا against البكتيريال resistance. Phage therapy or viral phage therapy is the therapeutic use of bacteriophage to treat pathogenic bacterial infections. ماشي، اوكي. Although Phage therapy was discovered more than 100 years ago. ولكن اكتشفنا الفاش ثيرابي ده من 100 سنة. It was not widely used. ومع ذلك ما استخدمناهوش كتير. يا ترى ليه؟ السبب في هذه السلايد. Initially, antibiotics were cheap, widely available, and extremely effective against nearly all bacterial infections. ايه الموضوع ده؟ اكتشاف الفاش ثيرابي بدأ في سنة يعني 1915، بعد كده مثلا العشرينات الثلاثينات، وصلنا لمرحلة الكلينيكال ابليكيشنز مع الخمسينات 1950. مع بداية الكلينيكال ابليكيشن اوف الفاج ثيرابي، في نفس الوقت ده كان الاميرجنس اوف انتيبيوتكس، بقى كان في عندنا بنسلينز وسلفا، وبقينا في دريفاتيفز من البنسلينز وهكذا. فمع الاسف انطلاقة او اللانش بتاع الفاج ثيرابي جه في اوج مجد الانتيبيوتكس، تمام؟ فلذلك بيعتبروا ان من حيث الهيستوري يعني في الوقت ده الانتيبيوتكس كانت متاحه وكانت تشيب رخيصه وايدلي افولابل وكانت اكستريملي افكتيف عدك، وكانت حاجه يعني كان اختراع وكان يعني حاجه كانت ماجيك بوليت، اوكي؟ وكنا بنستخدمها نيرلي اول بكتيريال ديزيز، ما كانش في عندنا مشكله ريزيستنس خالص، اوكي؟ وده كان بيعتبر الجولدن ايج اوف انتيبيوتكس، ده كان العصر الذهبي للانتيبيوتكس. وبالتالي الفاج ثيرابي في الوقت ده was discarded، اهمل ثرو اوت ذا وورلد، اهمل على ما في العالم كله as an unnecessary approach to an already solved problem. جمله مهمه قوي،
يعني باختصار الجملة دي بتبيع المية في حارة السقايين. انت جاي تخترع حاجة اسمها فاج ثيرابي وبكتيريوفاج، وحاجة اساسا ممكن في الوقت ده ما كناش لسه شفناها. يعني احنا هنشوف، احنا في ما بدأناش نشوف البكتيريوفاج الا في الستينات مع اختراع الالكترون مايكروسكوب. في الوقت ده ما كناش لسه شفنا البكتيريوفاج ده. فانت جاي تبيع لي حاجة اسمها بكتيريوفاج وبتقول لي انها افكتيف وجاي تعالج حاجة، تعالج مشكلة احنا اوريدي بنعالجها، واوريدي في عندنا انتي بايوتكس ويتش از مور افكتيف اجينست هذه البروبلم. طيب currently ايه الكرنت سيتويشن؟ Phages are currently being used therapeutically to treat bacterial infection that do not respond to conventional antibiotics. حاليا بنستخدم الفاج ثيرابي لبعض انواع البكتيريال انفكشن اللي مش بتستجيب للانتيبيوتكس، خصوصا في روسيا وجورجيا واوروبا الشرقيه. هنشوف في جورجيا، روسيا، بولندا، اوكي، دي الدول اللي حاليا الفاج ثيرابي منتشر فيها. There is also a phage therapy unit in Poland established في 2005. The only such center in the European Union country. هو ده الوحيد في أوروبا، الوحيد السنتر في أوروبا اللي بيعالج بالفاج ثيرابي موجود في بولندا. هي دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق هي اللي متفوقين في الايه، في الفاج ثيرابي. طيب تعالوا نتكلم على مشكلة الانتيبيوتيك ريزيستنس. انتيبيوتيك ريزيستنس بتحصل امتى؟ هو ان بكتيريا تشينج mutating or become resistant to antibiotic. لما البكتيريا تغير في الاستراكشر بتاعتها او في التارجتس اللي احنا هنشتغل عليها، مثلا دواء بيشتغل على رايبوزومز تتراسايكلين او مينولايكوسايدز بيشتغل على 30 اس رايبوزوم، تقوم هي تبتدي تعمل تشينج او التريشن في التارجت اللي الانتيبيوتيك ده هيشتغل عليه. طيب وزود ارجنت اكشن، لو ما اتخذناش اجراء سريع، وي ار هيدنج فور ا بوست انتيبيوتيك ايرا، احنا داخلين على عصر ما بعد الانتيبيوتيك، ان ويتش كومون انفكشن and minor injuries can kill. ممكن تقتلك، ممكن مجرد ان بيشنت يجيله مثلا شويه ساينوسايتس يقتلوه عشان البكتيريا ريزيستنس. ممكن بيشنت يجيله سور ثروت، ستريبتوكوكال ثروت، يموت فيها. ليه؟ لانه ما عنديش حاجه بتعالج النوع ده من الستريبتوكوكاي مثلا. ف minor infection minor injury could be deadly. طيب دي دراسه هنا عملتها دراسه بريطانيه واتنشرت في جورنال اسمه Review on Antimicrobial Resistance. الدراسة دي بتقول ايه بقى؟ الدراسة دي بتقول، بتتوقع ان الوضع الحالي عندنا في 700 ألف حالة وفاة سنويا نتيجة Antimicrobial Resistance. ده الوضع الحالي اللي هو باللون الأورانج الغامق ده الفاتح قصدي. 700 ألف حالة Antimicrobial Resistance بتسبب وفيات على مستوى العالم سنويا. الرقم ده متوقع ان هو في سنة 2050 يوصل ل 10 مليون حالة وفاة سنويا نتيجة Antimicrobial Resistance. بمعنى ان عدد حالات الوفاة في سنة 2050 نتيجة Antibiotic Resistance هتكون اكتر من عدد حالات الوفاة نتيجة الكانسر. تمام؟ عشان كده عنوان المقال Super Bugs Bigger Risk Than Cancer، ان الموضوع ده ممكن يكون مشكلة اكبر من مشكلة الكانسر، والموضوع ده هيكلف الايكونوميز وهيكلف الاقتصاديات مبالغ طائله جدا عشان نقدر نتغلب على الانتيبيوتيك ريزيستنس. طيب بتوصل، طبعا قال لك هتوصل ل 100 تريليون دولار بحلول عام 2050. طيب ايه هي الفاكتورز اللي بتكونتريبيوت فور ذا ايمرجنس اوف انتيبيوتيك ريزيستنس؟ ايه هي العوامل اللي بتؤدي الى ظهور الانتيبيوتيك ريزيستنس لعل وعسى نتجنبها فنحاول to minimize الموضوع؟ أول حاجة قالك over prescribing antibiotics، استخدام الانتيبيوتكس بدون داعي في كل ما هو viral infection، كل واحد ما واحد يجيله common cold، الناس اللي بيجيلها flu تروح تستخدم على طول antibiotics، طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وبتؤدي إلى ظهور resistance، وبتؤدي إلى إن البكتيريا بتتعود على small doses of antibiotics فتقدر to develop resistance. طيب الحاجة التانية patient not finishing their treatment، حد بياخد كورس الانتيبيوتكس يقوم جاي ياخد يومين ثلاثة يتحسن ما يكملش. ده برضو ايه اللي حصل في مرحلة التحسن دي؟ مرحلة التحسن ان في جزء من البكتيريا اللي هي susceptible ماتت او يعني killed باستخدام الانتيبيوتك. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان الجزء ان الريزيستنت من البكتيريا اللي هو ما تأثرش بالانتيبيوتك هو اللي هيكمل وهو اللي هيعيش. تمام؟
طيب الحاجه الثالثه بور انفكشن كنترول في الهوسبيتالز، مستشفيات يعني يمكن كتير وخصوصا في الدول الديفلوبنج كانتريز زي عندنا هنا في مصر مش بيلتزموا بالانفكشن كنترول جايد لاينز، استخدام الديترجنت، استخدام المطهرات، تطهير الارضيات والسرير، الاستريلايزيشن تكنيكس اللي فيه كل يعني كل نواحي المستشفى في الاوبريشنز في الامرجنسي في الوردز، استخدام انتيبيوتكس معينه تمام، الاجراءات بتاعه الفنتيليشن والتهويه في الغرف وفي غرف العمليات والكلام ده كله، كل ده ليه جايد لاينز في الانفكشن كنترول، الموضوع ده يتم ازاي بالظبط اوكي، فيجب ان احنا نلتزم بيها. طيب الحاجه الرابعه ليك اوف هايجين وبور سانيتيشنز، ودي حاجه ليها علاقه بالنظافه وبالشوارع وبجمع القمامه وكل ده. ليك اوف نيو انتيبيوتكس بينج ديفلوبد، هنشوف المشكله دي قدام وهنعرف ان احنا بقالنا 30 سنه دلوقتي مفيش نيو كلاس اوف انتيبيوتك ظهرت، مفيش نيو كلاس من 30 سنه لم يظهر نيو كلاس اوف انتيبيوتكس، فطبعا مشكله كبيره جدا. ليك اوف ديفلوبمنت اوف نيو انتيبيوتكس، في بعض الشركات لان في يعني حاسين بان في مشكله في الموضوع ده، في شركات قفلت الابحاث او خلاص يعني بطلت تعمل ابحاث في الانتيبيوتكس على نيو انتيبيوتكس. ليك اوف رابيد لابوراتوري تيست تو دايجنوز بكتيريال انفكشنز، لازال الستاندرد تيست تو دايجنوز بكتيريال انفكشن هو الكالتشر سنسيتيفيتي، والكالتشر سنسيتيفيتي زي ما احنا عارفين بتاخد اراوند 1 ويك، يعني لو ظهرت بسرعه بيبقى بعد 3 4 ايام، لكن يعني تعتبر حاجه برضو بطيئه او ديلي في الدايجنوزس، محتاجين يكون في عندنا رابيد دايجنوستيك تيست لو انا محتاج ان انا اشخص بسرعه يورين تراكت انفكشن، اشخص بسرعه مثلا ستريبس روت وهكذا. ايوه حديثا دلوقتي بقى في تكنيكس وبقى في حاجات يعني جديده اسرع شويه، لكن ما هياش موجوده لكل انواع الانفكشنز اوكي، ستيل برضو في عندنا ليك اوف رابيد دايجنوستكس. الحاجه اللي بعد كده unnecessary use of antibiotic in agricultural way live stock، الاجريكلتشر زراعه واللايف ستوك اللي هي الماشيه وال اوكي، استخدامات كتير قوي في الانتيبيوتكس بيستخدموها في المجال الزراعه والثروه الحيوانيه، وهنشوف ان الموضوع ده بيأثر بعد كده يعني 7 و8 ريليتد على فكره، ده بيأثر لي على رقم 8 بقى، ان بيكون في عندي انتيبيوتيك ريزيديوز موجوده في الملك والميت والبولتري والهاني، دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، هنشوف دراسه على الموضوع ده. الانتيبيوتكس اللي انت بتاخدها مش شرط ان انت تكون بتاخد تروح تشتري من الصيدليه علبه امبيسيلين او اموكسيسيلين او سيفالوسبورين او واتيفر، وجدوا ان المزارعين مثلا اللي بيربوا الدواجن او اللي بيربوا الابقار او واتيفر بيدوا لها انتيبيوتكس عشان الانفكشن وعشان يمنعوا انفكشن كبروفيلاكتيك او علشان هي عندها انفكشن فيدوا لها انتيبيوتكس، والانتيبيوتكس دي بيتفضل منها كميه بيتفضل منها ريزيديوز كميات بسيطه كتركيزات صغيره تبقى موجوده في اللحوم بتاعه الدواجن وبتاعه الابقار والكلام ده كله، وفي طبعا كلورامفينيكول بيبقى موجود في العسل وحاجات تانية والملك بيبقى موجود فيه وهكذا. لما انت النهارده تيجي تاكل الاكل ده يبتدي جسمك يتعرض لكميه لكانك بتاخد سبسيرابيوتيك دوز من الانتيبيوتيك، تاخد جرعه صغيره من الانتيبيوتكس، فتبتدي البكتيريا تتعرف عليها، تبتدي البكتيريا اللي سسبتابل يموت، اللي ريزيستنت يقدر يقاوم الانتيبيوتكس دي ويحسن من الفيريولنس فاكتورز بتاعته ويحسن من الريزيستنت ميجرز، فيصبح يتكون عندي ريزيستنت بكتيريا لانك بتاخد سبسيرابيوتيك دوز من الانتيبيوتيك في الاكل بتاعك وانت ما انتش واخد بالك. طيب الموضوع ده بصراحه يعني في اليونايتد ستيتس مركزين فيه قوي وبيعملوا يعني حتى كان في بحث برل مع الاستادي اللي احنا بنتكلم عليها دي بيشوف مدى الاويرنس مدى الوعي الناس عن وجود الانتيبيوتكس في الاكل، فلقوا ان 56% من الامريكانز عندهم فكره ان هم المفروض ان هم يستخدموا الفود ما يكونش فيه انتيبيوتكس، فهم عندهم بره اويرنس بالموضوع ده قوي، احنا ما عندناش الكلام. طيب في دراسه بقى بيعملوا لها ابديت كل سنه، الدراسه دي بتشوف هاو توب ريستورانت، بتشوف سلاسل المطاعم الرئيسيه اللي موجوده في اليونايتد ستيتس ازاي بيحصلوا على الميت سبلاي بتاعته، يعني ازاي منين بيحصلوا على اللحوم مصدر اللحوم بتاعتهم، وبيشوفوا مصدر اللحوم ده هل بيطبق انتيبيوتيك بوليسي بحيث ان الابقار بتاعته واللحوم دي ما تكونش تحتوي على انتيبيوتكس ولا لا.
طيب الدراسة دي احنا يعني دي النتائج بتاعت اخر ابديت ليها اللي هو اكتوبر 2018. الاستادي دي بقى لقت الصراحة مفاجأة، يعني يمكن الوضع في 2017 كان احسن من كده شوية، في 2018 الوضع ازداد سوءا. طيب ايه الوضع؟ النتائج الدراسة دي بتعمل زي سكور كده وبتوصل في الاخر لانها بتدي بتحط المطاعم في جريدز. طيب اللي موجود عندنا في جريد A، طبعا احنا الدراسة دي في اليونايتد ستيتس، اللي موجود في جريد A 2 ريستورانت تشين بس، سلسلتين مطاعم بس اللي موجودين في الجريد A. معنى ايه ان هم موجودين في جريد A؟ اللي هم شيك شاك وبرجر فاي، دول الاثنين بيعملوا سورسنج للبيف بتاعهم ريزد وزاوت اني انتيبايوتكس، دول كده يعني بيرفكت، دول بيحصلوا على مصدر اللحوم بتاعتهم اللي بيستخدموها في الاكل وفي الاكلات اللي بيقدموها للناس 100% من مزارعين او من مصادر ما بتستخدمش انتيبايوتكس في اللحوم بتاعتها. طيب كويس، الكاتيجوري A بلس ما فيهوش حد، سوري A ماينس ما فيهوش حد، B بلس ما فيهوش، C ما فيهوش، D بوزيتيف ما فيهوش، D ماينس في مطعم بس اسمه ويندي، اوكي سلسله مطاعم اسمها ويندي، دي بتاخد 15% من البيف بتاعها ريزد وزاوت يوزنج سام ميديكالي امبورتنت انتيبايوتكس. ده يعني ايه؟ يعني حتى مش كل الانتيبايوتكس، ده الحاجات الميديكالي امبورتنت. 15% من اللحوم اللي موجوده في ويندي بتكون من مصادر ما بتستخدمش الميديكالي امبورتنت انتيبايوتكس، بتستخدم حاجات تانية. طيب تخيل معظم المطاعم 22 مطعم 22 سلسله مطاعم اللي كانوا في هذه الدراسه كلهم ابلايد في الكاتيجوري اف، كلهم في الكاتيجوري اف، اوكي ذا اذر 22 تشين ار ليكينج اني اناونسد بوليسي تو سورس بيف ريزد وزاوت روتين يوز اوف انتيبايوتكس، بقيت ال 22 مطعم بيستخدموا لحوم بتحتوي على انتيبايوتكس او ما عندهمش اناونسد بوليسي للقصه دي، ما بيفرقوش في السورسز ما بين مين بيستخدم انتيبايوتكس ومين ما بيستخدمش، كان بيشتروا من اي حد وخلاص. فطبعا مشكله كبيره جدا، وهنلاقي طبعا في منهم سلاسل كبيره زي ماكدونالدز وبرجر كينج وهارديز، والحاجات دي برضو موجوده وورلد وايد، في عندنا منها في مصر. ف مشكله كبيره جدا جدا، وزي ما قلت لكم الموضوع ده لو الدراسه دي لو حطيتها في الكونتكست مع ان 56% من الامريكانز عندهم اويرنس، هتلاقي ان الموضوع ده يعني اكيد هيبقى ليه كوميرشال امباكت في الفيوتشر، هتبتدي الناس يعني 60% من الامريكانز عارفين ان هم المفروض يستخدموا فود من غير انتيبايوتكس. اوكي لما يشوفوا دراسه زي دي، ودراسه على فكره زي دي دراسه معلنه وموجوده ونازله على المواقع والسي ان ان والمواقع الاخباريه والحاجات دي، فهيبتدي الموضوع يبقى ليه كوميرشال امباكت. يعني النهارده الشركات او المطاعم اللي بتعمل جود سورسنج هتبتدي تعمل دعايه لنفسها ان احنا بنستخدم اورجانيك سورسز، وهتبتدي بقى المطاعم الثانيه تعمل حملات مضاده وهكذا. طيب عايزين تو اوفركم الانتيبايوتيك ريزيستنس، عايزين نتغلب على الانتيبايوتيك ريزيستنس، قال لك سيفرال ابروتشز، في يعني اتجاهات ودايركشنز مختلفه تو اوفركم ذا بروبلم اوف انتيبايوتيك ريزيستنس. مينلي هم اربع اتجاهات، اربع دايركشنز ممكن نمشي فيهم. في اتجاه اللي هو ديزيز بريفنشن، ان احنا نبتدي الوقايه خير من العلاج، ان احنا نهتم بالاميونايزيشن والفاكسينيشنز. وعلى فكره حاجات كتير لما تدخلوا تشوفوا الادويه اللي في البايب لاينز والادويه اللي في الفيوتشر لسه الشركات بتنتجها لسه الاندر انفستيجيشن، هتلاقوا فعلا في ترند دلوقتي الاهتمام بالفاكسينيشنز، لان الفاكسينيشنز على فكره كوميرشالي بتبيع، في شركات الفارماسيوتيكلز الكبيره زي فايزر ونوفارتس بتحب تلعب في الاريا دي لانها حاجه مربحه، كل العالم بياخدها وكل الاطفال بياخدوها، في حاجه بتبيع كويس. اوكي فالإيميونيزيشن والفاكسينيشنز حاجة مهمة جدا ولازم نهتم بيها، بحيث ان احنا يعني ازود مناعة الجسم وازود البادي ديفنس ميكانيزم اجينست الفاكسينيشن اجينست الانفكشنز. الحاجة التانية ان احنا نبتدي نفكر في alternatives to antibiotics، خلاص الانتيبيوتكس راحت عليها، تعال نشوف بدائل اخرى اللي من ضمنها كلامنا النهاردة على الفاج ثيرابي. طيب تعال نشوف appropriate antibiotic use policies، تعال الانتيبيوتكس اللي موجوده عندنا حاليا نحافظ عليها ونستخدمها بشكل مقنن وبشكل according to the guidelines والstudies والrational drug use. طيب بعد كده development of new antibiotics diagnostics، نحاول نطور من الانتيبيوتكس شويه
يكون في نيو انتيبيوتكس، نيو دايجنوستيك تكنيكس اقدر اشخص بيها الانفكشنز وهكذا. طيب ادي هنا عندنا من ضمن الاميونايزيشنز المقترحه هو ان احنا نهتم اكتر بالفاكسينيشنز، اوكي، تو بريفنت الانفكشنز فروم الفيرال والبكتيريال. ما بقاش محتاج اصلا لا انتيبيوتيك ولا غيره ولا فاج سيرابي، محتاجش اي حاجه خالص، الوقايه خير من العلاج. في بعض الكليمز دلوقتي على استخدام البروبيوتكس والبريبيوتكس، ويعني الموضوع ده ستيل يعني برضو مش 100% ساينتيفيكالي بروفن ان هو بيحسن الاميونيتي. يعني في ناس قالت اللي هو زي ما بيزود الكومنسال جات بكتيريا وزي ما بيزود الجي اي تي بكتيريا. اون ذا اذر هاند في ناس قالت او في ستادز كتيره دلوقتي تقول لك لا ده انت كده بتجرأ الميكروبس على جسم الانسان وبتخلي الميكروبس تتعرف اكتر على جسم الانسان، بتحط لي ميكروبات النهارده في الزبادي وفي المخلل وفي مش عارف ايه، كل حاجه دي يقول لك بروبيوتكس والكلام من ده. ف يعني زي ما في عليها ايفيدنس علمي بيسبورت استخدام البروبيوتكس، في يعني conflicting evidence او other evidence بيقول لا ما نستخدمش البروبيوتكس. طيب كمان من ضمن البدائل المقترحه في حاجه اسمها البكتيريوسينز. البكتيريوسينز دي عباره عن بروتوليتيك انزيمز بتفرزها سترينز معينه من البكتيريا against similar strains. يعني تلاقي مثلا الستاف بتفرز بكتيريوسين against الستاف، ستريبتوكوكاي بتفرز بكتيريوسين against الستريبتوكوكاي. اوكي، يعني زي ما تقول كده البكتيريا بتهاجم نفسها او بتهاجم قرايبها. فلو قدرنا نعزل البكتيريوسينز دي ونستخدمها برضو بتكون افكتيف. في حاجه اسمها البريداتوري بكتيريا. بريداتوري معناها البكتيريا المفترسه، اوكي، او المتوحشه. ودي يعني برضو استخدامها في عليه كونفليكت. في ناس بتقول لك اصلها افكتيف، ممكن نستخدمها اجينست الحاجات اللي زي البايوفيلمز، الحاجات اللي بتعمل كونتامينيشنز في المستشفيات وفي الادوات الجراحيه والكلام ده. وفي ناس قالت لك لا برضو ما نستخدمهاش لانها ممكن تضر الهيومن اكتر. طيب من ضمن برضو الالترناتيف تريتمنت المقترحه للانتيبيوتكس هو الفاج ثيرابي، وده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عليه ان ديتيل، وهنتكلم على اكتشافه واستخدامه والميكانيزم بتاعته والادفانتج وهكذا. كمان في عندنا نوع من البروتينز اللي هي الاندو لايسنز او الاكسو لايسنز، ودي عباره عن بروتينز بتعمل لايسس بيفرزها الفاج. يعني الاندو والاكسو لايسنز دي بتطلع من الفاج. هم قال لك ايه؟ قال لك مش لازم استخدم الفاج كله، اشوف ايه الجزء من الفاج اللي مسؤول عن الافكت بتاعه، عن الانتي بكتيريال افكت، ونستخدمه. فبدأت دلوقتي حاليا في ترند ان هم بيفصلوا الاندو لايسنز والاكسو لايسنز. طيب من ضمن الابروتشز المقترحه للتغلب على ظاهره الانتيبيوتيك ريزيستنس هو ان احنا نطبق انتيبيوتيك بوليسز تكون معلنه وتكون مظبوطه. طيب يبقى من ضمن الميجرز اللي احنا لازم نهتم بيها علشان نتغلب على مشكله الريزيستنس هو الاهتمام بالجود انتيبيوتيك بوليسي او الجود انتيبيوتيك براكتسنج في المستشفيات، زي استخدام الانتيبيوتيك ريزيستنس انتيبيوتيك بروفيلاكسس برير تو سيرجري مثلا او برير تو دنتال اكستراكشن، زي استخدام الابروبريت ديترجنت والانتيسيبتكس، زي مثلا الاهتمام بالهاند ووشنج والستيريلايزيشن قبل العمليات واستخدام الدرينز بشكل عام الميثودز اوف ستيريلايزيشنز زي الاوتوكلاف او زي الدراي هيت اللي بتكون موجوده في المستشفيات وهكذا. كمان امبروف الانتيبيوتيك بريسكرايبنج بوليسي، امبروف الانتيبيوتيك يوز. يعني حتى في دراسات دلوقتي بتتعمل، يعني ممكن لو حد فيكم انترستد في الساينتفك ريسيرش يبقى يعمل حاجه زي كده بعد كده، اسمها دراج اتيلايزيشن ايفالويشن او دراج يوز ايفالويشن دي يو اي. الموضوع ده بان احنا بنشوف استخدام دواء معين عندنا في المستشفى وبنشوف هل مدى الاكوردنس او مدى الادهيرنس تو جايد لاينز او مدى الماتشنج مع الجايد لاينز، هل احنا ماشيين فعلا زي ما الجايد لاينز بتقول ولا ما احناش ماشيين، ولو طبقنا الجايد لاينز هيبقى ايه العائد اللي هيعود علينا. دي اسمها دراج يوز ايفالويشن او دراج اتيلايزيشن ايفالويشن. اوكي، دراسات جميله جدا وبتتعمل على انتيبيوتكس وعلى غيره عشان نشوف هل احنا فعلا ماشيين اكوردنج تو جايد لاينز ولا لا. طيب كمان عندنا appropriate use antibiotic policies for the patient. دي بقى نصايح للبيشنت، نصايح لينا احنا كبيشنت. قال لك wash your hand properly،
الحاجات التحضير بتاع الأطعمة والأغذية بتاعتنا يفضل إن هو يكون بشكل هيجينيكلي، الغسل الخضار والفواكه والكلام ده. الكلام ده قد يبدو بسيط، لكن الكلام ده مهم جدا في انتشار الانفكشنز والكلام ده. نوت شيرنج انتيبيوتكس، ما نستخدمش انتيبيوتكس على العمال وعلى البطال. الراشونال يوز اوف انتيبيوتكس، دايما نحاول ان احنا تو كونسلت، يعني دي نصايح للبابليك، يعني تو كونسلت ا فارماسيست اور ا فيزيشن بيفور تيكينج اني انتيبيوتيك. طيب، من ضمن المشاكل المهمه جدا هو ان احنا محتاجين ان احنا يكون في عندنا ديفلوبمنت اوف نيو انتيبيوتكس وديجنوستكس. وزي ما انت شايف كده، من سنه 1990، يعني من 30 سنه، ما فيش عندنا اني نيو كلاس اوف انتيبيوتكس. هو ظهر على فكره في ممبرز جديده، لكن حتى عدد قليل جدا، يتعدوا على الصوابع يعني. يعني في خلال مثلا 10 سنين اللي فاتوا دول، مثلا ظهر 3 4 انتيبيوتكس جداد، وكلهم من كلاسز اوريدي معروفه، ما هياش من حاجات جديده. ما عندناش نيو كلاسز من الانتيبيوتكس من 30 سنه. There is no new classes of antibiotics, which is a very يعني very disappointing news. طيب، تعال نشوف الديسكفري اوف فاجس ونشوف كيف بدأ الاكتشاف بتاع الفاج ثيرابي. الكلام بدأ في سنة 1896، من زمان جدا، قلت لك من أكتر من 100 سنة بدأ الموضوع ده. وكان فيه بريتش بكتيريولوجيست اسمه إرنست هامبري. الراجل ده كان قاعد بيشتغل في الهند في الفترة دي. كانت الهند مستعمرة بريطانية تبع بريطانيا العظمى والكلام ده. فهو كان شغال في الهند في المكان ده، لاحظ ملاحظة غريبة قوي. لاحظ ان الووتر، كان بياخد عينات ووتر كده من انديان ريفرز، من انهار موجودة في الهند، اللي هو نهر اسمه جانجا ونهر اسمه اليمونة. لاحظ ان العينات من الووتر اللي بياخدها من الانهار دي عندها القدرة انها to destroy cultures containing cholera inducing bacteria. أهمية الفايندنج دي في الوقت ده، إن الكوليرا كانت وباء عالمي وكانت بتموت ملايين الأشخاص على مستوى العالم. فالراجل ده اكتشف إن في شوية مية بياخدهم من النهر بيقدروا إن هم يقتلوا الفيبرو كوليرا، البكتيريا اللي هي يعني عاملة مشكلة عالميا وعاملة عدد كبير جدا من الوفيات. تمام؟ طيب، بس في نفس الوقت هو الراجل ما كانش عارف المشكله دي ايه، او يعني مش عارف الفايندنج دي سببها ايه. طيب، في سنه 1915 كان في بريتش مايكروبيولوجيست، عالم انجليزي اسمه فريدريك تورت. العالم ده لاحظ، هو كان قاعد بيجرب عايز يعمل فاكسينيشن في المعمل بتاعه، فلاحظ ان هو اثناء الكالتشرز لاحظ ايه بقى؟ لاحظ ان الكولونز بتاعت البكتيريا بيبقى في جواها كده سنتر ترانسبيرانت، في جواها ترانسبيرانت سنتر. ما هو ما عارفش سببه ايه، لكن ذكر الموضوع ده في البيبر بتاعته او في البحث ده لما جه نشره. ذكر قال يا جماعه انا في البيتري ديش بتاعتي او في البليتس لاحظت وجود ترانسبيرانت او مكان ترانسبيرانت داخل الكولونز بتاعت البكتيريا. هل يا ترى في حاجه، في انزيمز او في بروتينز او في حاجه البكتيريا بتفرزها بتموت نفسها، او في حاجه بتموت البكتيريا في المكان ده؟ ده اللي هو ما قدرش يفسره في الوقت ده. في حد تاني، وده حد طبعا ده اللي كان ده اللي سبب بقى الطفره. ده عالم اسمه فيليكس دوريل، ده عالم فرنسي كندي في سنه 1917، يعني بعد اكتشاف فريدريك تورت بسنتين. الراجل ده قدر to describe antifagal microbes anti shiga اللي هو الشيجيلا. طيب، فيليكس دوريل ده لاحظ ايه؟ لاحظ ان هو كان في عنده سامبلز فيها شيجيلا بكتيريا، الشيجيلا اللي بتسبب البسيلاري ديسنتري او نوع الديسنتريا البكتيرية. لاحظ ان في عنده يعني كالتشرز بتقدر انها تو انهبت البكتيريا الجروس بتاعت الشيجيلا. ما كانش قادر يفسر برضو السبب ده. المهم، قعد يعمل شويه تجارب وشويه ستادز عنده في المعمل،
لحد ما قدر تو ديسكرايب سامثينج، قال لا ده في حاجه مايكروب او اللي هو سماه بعد كده البكتيريوفاج، يعني فيليكس دوريل ده هو صاحب التسميه بتاعت البكتيريوفاج، قال في ميكروب بيقدر ان هو تو اتاك البكتيريا في الكالشر دي وبيقدر يمنع الجروث بتاع الشيجيلا. بالمناسبه من الابلكيشنز اللي هنستخدمها بعد كده لما نشوف البرودكت اللي موجود فيها فاش سيرابي، هنلاقي ان احنا ممكن بنستخدمه سام تايمز فور جي اي تي انفكشنز زي الشيجيلوس. طيب لكن اول ناس بداوا ينشروا بيبرز او ارتكلز عن استخدام الفاج ثيرابي في الكلينيكال ابلكيشنز كان في بلجيكا، وكان الاوثرز بداوا يستخدموا البكتيريوفاجز تو تريت كوتينس فرانكلز وكاربانكلز اللي هي سكين انفكشنز بالستافيلوكوكس اوريس، طبعا لان الاستافيلوكوكاي كانت ريزيستنس، وبداوا يجربوا عليها الايه استخدام الفاج ثيرابي. بتعمل الفرانكلز والكرامبانكلز دي حاجه زي الدمامل كده والخراريج توبيكالي بتسببها استافيلوكوكس اوريس. طيب في الستينات بقى مع اكتشاف الالكترون مايكروسكوب، مع اكتشاف الميكروسكوب الالكتروني، كان اول واحد قدر يشوف البكتيريوفاجس اللي هو عالم الماني اسمه هيلموت، ووصف البكتيريوفاج وقال انها بتبقى اتاتشد للبكتيريا الوول، ويعني ده كان اول واحد يوصفهم ويعزلهم وينزل الصوره بتاعتهم، وكانت بيبر برضو اتنشرت اعتقد في نيتشر او حاجه زي كده، اول واحد يفصل البكتيريوفاج ويصورها ونشوف البكتيريوفاجز بالستراكشر بتاعتها المتعارف عليها حاليا، اللي هي بتتكون من هيد بتحتوي على الدي ان اي والنك او الشيس او الكولر بتاعها، وبعدين البيز بليتس اللي هو الجزء ده، ده بنسميه البيز بليتس، وبعدين التيل فايبرز او السبايكس اللي هي بتمسك فيها في البكتيريا الاولى. طيب حاليا دلوقتي الابليكيشنز بتاعت الفاج ثيرابي منحصره في منطقتين اتنين. اليونايتد ستيتس بتستخدم الفاج ولكن مش بتستخدمها ثيرابيوتكس، بتستخدمها في الفود اندستري از ا بريزرفاتيف، يعني مثلا قطعه لحوم او حاجه زي كده بيحطوا عليها الفاجس فاج سسبنشن او وات ايفر از ا بريزرفاتيف، بحيث ان الفاج يمنع نمو بكتيريا تانية كانت ممكن تنمو على اللحوم والخضروات والفواكه والحاجات دي، فبيستخدموا الفاج السيرابي از ا بريزرفاتيف في الفود اندستري، وحتى لقوا انها افكتيف اكتر من الكيميكالز اللي كانوا بيستخدموها، افكتيف ومور سيف. والاف دي اي مديه ديزاينيشن للفاجس حاجه اسمها جي ار اي اس اللي هي جنرالي ريكوجنايزد از سيف، بيعتبروها اورجانيك وبيعتبروها مفيش منها مشكله يعني. طيب من ناحيه تانية اون ذا اذر هاند في اوروبا الشرقيه بيستخدموا الفاجس ثيرابيوتيكالي، وهي تعتبر يعني قبله الفاجس ثيرابي على مستوى العالم، اللي عايز يتعالج بالفاجس ثيرابي بيسافر اوروبا الشرقيه جورجيا وبولندا والاماكن دي. هم في عندهم اوبشنز لو دخلت ودورت على المواقع بتاعتهم وبتاع، عاملين اوبشنز اللي هم بيبعتوا لك الانستراكشنز ويبعتوا لك البرودكت، ويبقى في معاك اونلاين دكتور تو كونسلت معاك ويقول لك طريقه الاستخدام والكلام ده، لكن بتبقى مكلفه اكتر لو انت سافرت لهم ورحت هناك، ده اللي اقل في التكلفه. والعلاج بشكل عام مكلف، الفاش سيرابي يعني بيدخل فيه مثلا اقل حاجه مثلا 5000 يورو وحاجات زي كده. طيب بعد كده تعال نشوف الادفانتجز، ايه المميز في الفاج ثيرابي اللي بيميزه عن الانتيبيوتكس. اول حاجه الفاج سبيسيفيستي، ودي هتعتبر الى حد ما ميزه وعيب، يعني هنشوف دلوقتي. الفاج ماتش مور سبيسيفيك، يعني ايه؟ يقول لك الفاج الفلاني، حتى هنشوف ليهم ارقام كده وليهم تسلسل لما نيجي نشوف الكلينيكال ترايل، ليهم تسميه او تاكسونومي معين. الفاج الفلاني ده بيشتغل على الستريبتوكوكس سبيشيز الفلانيه، مش بيشتغل على اي بكتيريا تانية، هو بكتيريو سبيسيفيك، بيشتغل على البكتيريا دي فقط. دي حاجه كويسه، معناها ان هو مش هيأثر على النورمال فلورا، مش هيأثر على الكومنسال بكتيريا مثلا اللي موجوده في الجي اي تي، تمام؟ فدي حاجه سبيسيفيستي كويسه من ناحيه، لكن من ناحيه تانية هتعتبر نارو سبيكترم، يعني انا برضو مش هقدر استخدمه مثلا بروفيلاكتيكالي، انا محتاج حاجه في البروفيلاكسس، محتاج حاجه برود سبيكترم، مش هينفع استخدمه فور ميكسد انفكشن، حد انفكتد باكتر من اورجانيزم، اوكي؟ فدي ميزه وعيب. هو سبيسيفيك، ايوه دي هتبقى حاجه كويسه ان هو بيشتغل على سنجل بكتيريا، مش بيأثر على اي حاجه تانية
نورمال فلورا او اي مشكله، لكن ممكن تكون اون ذا اذر هاند ممكن يكون فيها بروبلم. طيب النقطه اللي بعد كده بقى، دي نقطه يعني جميله جدا جدا من اهم المميزات من وجهه نظري، وهي ان الفاجس كان اوفر كام بكتيريا ريزيستنس اندبندنتلي. انت متخيل المعلومه دي؟ معلومه خطيره جدا. زي ما البكتيريا بتقدر انها تغير من نفسها وتغير من التارجتس بتاعتها وتعمل الترشنز وتعمل الترشن في التارجتس وفي الانزيمز وتقلل البرميابيليتي وتقلل البروتين مش عارف ايه وتعمل ان اكتيفيشن، زي ما البكتيريا عندها ميكانيزمس اوف ريزيستنس، البكتيريوفاج عنده ميكانيزمس هاو تو اوفر كام ريزيستنس. خد بالك هي صراع البقاء. هو برضو الفاج ده هو عباره عن ليفنج اورجانيزم، هو كائن حي وعنده الجينوم بتاعه وعنده الانزيمز بتاعته وعنده الميكانيزم بيها اللي يقدر يحورها ويعمل ميوتيشنز عشان يتغلب على الميوتيشنز بتاعت البكتيريا. وده يفرقه تماما عن الانتيبيوتكس. الانتيبيوتك از مولكيول، هو كيميكال مولكيول، كيميكال ستراكشر، فما فيهوش تغييرات وما بيفكرش. لكن الفاج بيفكر. اوكي هيلاقي البكتيريا غيرت التارجت بتاعه، هيبتدي هو كمان يغير من نفسه عشان يقدر يواجه البكتيريا. خد بالك الفاج بالنسبه للبكتيريا هي بالنسبه له الطريقه بتاعته فور ريبرودكشن او الجروس فور ديفيجن. فبالنسبه له ان هو يعمل انفكشن لبكتيريا دي حاجه هو عايزها، وهو عايز ينمو ويتكاثر. والفاجس موجوده، يعني انت كان في حد في دراسه بيقول لك على كف ايدك موجود مش عارف اكتر من مليون فاج فهي موجوده اوريدي، موجوده زي ما شفنا الراجل بتاع الهند ده كانت موجوده في الريفر في الانهار، فهي موجوده اوريدي في الحياه. اوكي وصراعها مع البكتيريا صراع البقاء، زي ما البكتيريا بتحاول تفكر تعمل ريزيستنس، البكتيريوفاجس اون ذا اذر هاند بتحاول انها ايه تو اوفركم هذه الريزيستنس. فدي من المميزات الجميله قوي في الفاج، ان هي بتغير من نفسها علشان تحاول انها تو اوفركم بكتيريا ريزيستنس. طيب من ضمن المميزات قال لك ان احنا برضو وي كان كومباين فاجس تو اوفركم ريزيستنس، وهنشوف الكلام ده في البرودكت لما نيجي ناخدها. هنشوف ان احنا ممكن نعمل كومباينيشن لاكتر من فاج مع بعض في نفس الفايل، بحيث ان احنا نقدر نتغلب على اكتر من انفكشن ات ذا سيم تايم. ممكن نعمل كوكتيل من الفاج اوف مالتيبل فاجس عشان اواجه اكتر من بكتيريا. طيب في نقطه مهمه، ان الفاج بتعمل ريبليكيشن از ا سايت اوف انفكشن. لما انت مثلا خدت 500 مللي جرام من الانتي بايوتكس، في 10 مللي جرام منهم وصلوا لحد السايت اوف انفكشن، فهم هيتنوهم 10 مللي جرام، بالعكس ممكن يحصل لهم ميتابوليزم وانكتيفيشن ويقلوا كمان. لكن لما 10 بكتيريوفاج يوصلوا عند السايت اوف انفكشن، لما بيعملوا انفكشن البكتيريا هيتحولوا ل 5000 بعد كده، لان هو وظيفته ان هو يدخل جوه البكتيريا وتو ريبروديوس وان هو يتكاثر. فالبكتيريوفاج ريبليكيتس السايت اوف انفكشن وبيحصل لها اكسبوننشال جروس ان نمبرز، سو ذات فاج ميك مور اوف اتسلف ات سايت اوف انفكشن. يعني وانس انها وصلت لحد البكتيريا تقدر انها تزود العدد بتاعها وتقدر انها تو انفكت مور بكتيريا وتو كيل مور بكتيريا. طيب دي النقطه اللي بعد كده بقى، نقطه ظريفه شويه. قال لك انا ممكن احتاج اكتر من مولكيول من الانتي بايوتكس، نومرس انتي بايوتكس مولكيولز احتاجهم علشان اقتل بكتيريا واحده. ممكن احتاج 10 20 50 مولكيول من الانتي بايوتك علشان اقتل وان سنجل بكتيريا. لكن علشان اقتل وان سنجل بكتيريا انا محتاج وان سنجل بكتيريوفاج. اوكي ففارماكولوجيكالي او فارماسيوتيكالي نقدر نعتبر الفاجس ار مور بوتنت. عارفين انتوا الفرق بين البوتنسي والافيكاسي؟ يعني ما اقول لك مثلا رانتيدين 150 واقول لك فاموتيدين 10 مللي جرام، الاثنين بيعملوا ذا سيم افكت اوف اسيد انهبيتوري افكت، الاثنين ليهم نفس الافكت كاسيد انهبيتوري، بس انا خدت رانتيدين 150 وخدت من ده 10 مللي جرام، يبقى ويتش از مور بوتنت؟ الفاموتيدين مور بوتنت لان انا خدت منه كميه اقل. اوكي الدولار بيشتري مثلا التليفون ده، مثلا التليفون ده بدولار، طيب عايز تشتريه بالجنيه المصري يبقى ب 20 جنيه، يبقى ويتش از مور بوتنت؟ الدولار، لان هو نفس الشيء انا حصلت عليه برقم اقل. اوكي ده ذا كونسبت اوف بوتنسي. تمام فهنا نقدر نقول ان نفس الافكت، انت حصلت على نفس الافكت اللي هو انك تو كيل وان سنجل اورجانيزم، حصلت عليه بعدد اقل من المولكيولز. هنا حصلت عليه بوان سنجل فاج، لكن هنا كان لازم انك تستخدم عدد كبير من المولكيولز اوف انتي بايوتكس. طيب الميزه رقم 6،
ان الفيجز ار كونسيدرد از سيف ليتل ريبورتد سايد افكت، السايد افكت اللي ريبورتد عنها قليله جدا، ممكن نستخدمها في الـ في الـ في الانفانت، في التشيلدرن، في البريجننت، بيعتبروها حتى اورجانيك. يعني حتى في امريكا لما بيستخدموها في از فود بريزرفاتيف بيسموها اورجانيك فود بريزرفاتيف، لان هي تعتبر حاجه ليفنج اورجانيزم زي ما قلنا. طيب المشكله بقى ايه؟ ودي من وجهه نظري دي تعتبر هي سوبر ادفانتج في الفاش ثيرابي، لذلك انا خليتها في الاخر. يعني الميزه دي لولا وجود هذه الميزه احنا ما كناش عملنا محاضره النهارده وما كناش فكرنا في الفاش ثيرابي خالص. ان الفاجس ار اكتف اجينست مالتي انتيبيوتيك ريزيستنت بكتيريا، هي دي السوبر ادفانتج، هي دي سبب الكلام بتاعنا كله. دي اهم ميزه في الفاش ثيرابي، انه بيقدر يتغلب على المالتي انتيبيوتيك ريزيستنت بكتيريا. لو ما كانش بيقدر يتغلب عليها خلاص كنا خلينا الابحاث بتاعته في الدرج زي ما هي وما طلعناهاش. لكن ليه بدانا النهارده نفكر تاني في الري ايمرجنس اوف فاش ثيرابي؟ لانه بيقدر تو كيل او تو اكت اجينست الايه؟ المالتي انتيبيوتيك ريزيستنت بكتيريا زي المارسا، الميسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس، زي الاي اس بي ال اللي هي الاكستند سبيكتروم بيتا لاكتاميز بروديوسنج بكتيريا، تمام، زي الفانكومايسين ريزيستنت شريشيا كولاي، تمام، كل البكتيريا اللي هي مالتي انتيبيوتيك ريزيستنت، البكتيريا اللي صعبه جدا في العلاج وريزيست انتيبيوتكس كتيره، الفاجس بيقدر يتغلب عليها بسهوله. وده اللي احنا هنشوفه في الكلينيكال ترايلز لما نيجي نتكلم عليه. طيب يا ترى ايه هي عيوب الفاج ثيرابي؟ عيوبه ليك اوف ساينتفك سترونج ايفيدنس، ما عندناش سفيشنت ساينتفك ايفيدنس قوي، ما فيش ابحاث كتيره، الموضوع مقتصر على اوروبا الشرقيه، لكن طبعا بقيه العالم بيعمل ابحاث عادي، لكن ستيل برضو الفتره الجولدن ايج بتاع الانتيبيوتكس كان مسيطر لحد فتره قريبه، فلسه ريسنتلي بادئ الناس تفكر تاني في الفيشر. فاحنا محتاجين فارذر ريسيرشز، محتاجين مور ستادز علشان نقدر تو بروف السيفتي والافيكاسي بتاعه الفيشر. الحاجه الثانيه نوت اكسسبل تو انتر سيلولار مايكرو اورجانيزم، في عندنا حاجه اسمها الانتر سيلولار مايكرو اورجانيزم زي المايكوبكتيريا مثلا اللي هي بتدخل جوه السيلز، يعني لو دي الخليه تلاقي المايكوبكتيريا بتدخل هنا وتعيش هنا. الفاج ملوش اكسس للمايكرو اورجانيزمز دي، ما يقدرش يشتغل عليها، هو الفاج عايز المايكرو اورجانيزم اللي يطلع له بره، لكن طول ما المايكرو اورجانيزم قاعد جوه الخليه الفاج السيربي ما يقدرش يشتغل عليه. اوكي، فهو نوت اكتف اجينست الانتراسيلولار مايكرو اورجانيزم. المشكله الثالثه ان البيشنت مي ديفلوب نيوترلايزنج انتي بودز، ان الفاج برضو بيعتبر مايكرو اورجانيزم، وسام تايمز الاميون سيستم بتاعنا بيتعرف عليه از ا فورين بودي ويبتدي يكون اجينست هذا الفاج انتي بودز. الحاجه اللي بعد كده ان هو مي ترانسفير سيرتن توكسين جينز بتوين بكتيريا، ممكن برضو يعمل مشكله ان هو ينقل توكسين بروديوسنج جينز ما بين بكتيريا وبعضها. عارفين البكتيريوفاج عنده القدره ان هو بينقل او اكت از افيكتور، ممكن بينقل البلازمدز وينقل الدي ان اي، فممكن يخلي بكتيريا يديلها قوه او يديلها عوامل قوه ما كانتش عندها. الحاجه اللي بعد كده ان هو لما بيوصل لمرحله اللايسس او الليتك فيز وبيعمل لايسس للبكتيريا ويقتلها، فبيحصل ريليز للسيلولر توكسينز اللي كانت موجوده جوه البكتيريا دي، وده سام تايمز برضو بيؤدي الى باثولوجيكال كومبليكيشنز. طيب فكره الجريت سبيسيفيستي احنا قلناها خالص في الاول لما جينا اتكلمنا في المميزات. الجريت سبيسيفيستي معناها نارو سبيكترم، ومعناها ان انا مش هقدر استخدمه في البروفيلاكتيك، معناها ان انا مش هقدر استخدمه في الميكسد انفكشنز، معناها ان انا يوجوالي لازم لما استخدمه يكون باثوجين ايدنتيفايد او دايركتد ثيرابي، ابقى انا عارف الاورجانيزم اللي انا بواجهه ايه. اوكي، وده على فكره اجراء متبع في الفاش ثيرابي. يعني دلوقتي لو انت بعت لاي موقع من المواقع اللي بتعالج في جورجيا والبولندا والبتاع عايز تتعالج بالفاش ثيرابي، فاول حاجه بيقول لك ابعت لي الكالتشر، ابعت لي نتيجه الكالتشر سنسيتيفيتي عشان يعرف الاورجانيزم اللي عندك ايه. تمام، لازم يعرف الاورجانيزم، ما اقدرش اشتغل بالفيش ثيرابي امبيريكالي، يعني ما اقدرش ادي لك بالفيش كده ما اعرفش لسه الاورجانيزم اللي عندك ايه. الحاجه اللي بعد كده هو difficult to administer، ليه خطوات معينه في ازاي تعمله administration، ازاي تعمله application لو كان في topical infections،
فليه خطوات سوفيستيكيتد شويه، محتاج ان هو حد يعلمك وحد يدربك. الحاجه اللي بعد كده هو ماتش مور اكسبنسيف، يعني بتتكلم في 5000 يورو، فهو ماتش مور اكسبنسيف كومبيرد تو انتيبيوتكس. لكن في عندهم بعض الدول فيه هيلث انشورنس بيتحمل، خصوصا ان ما حدش بيوصل لمرحله الفاش سيرابي ده الا البيشنت اللي هو جرب انتيبيوتكس ووصل لمرحله ريزيستنس. فالبيشنت اللي بيروح للفاش سيرابي ده بيشنت خلصان وعنده استعداد يدفع بقى خلاص، ما هو يعني جرب الافيلابل تريتمنت والافيلابل انتيبيوتكس وما جابتش معاه نتيجه، فهو مضطر يلجا للفاج سيرابي. طيب تعالوا نشوف تو اكزامبلز لفاج برودكت اوريدي افيلابل واوريدي ماركتد. في هنا عندنا برودكت اسمه انتستي، انتستي نسبه الى انتستاينال او يعني الى الجي اي تي. ده الباكج عباره عن 5 فايلز، كل فايل بيبقى 10 ملي، بتحتوي على بكتيريوفاجس اكتف اجينست للاستافيلوكوكاي والانتيروكوكاس والبروتياس والشيجيلا والسالمونيلا والايكولاي والسودوماس اريجينوزا. فاكرين لما قلنا ان احنا ممكن نعمل كوكتيل تو كومباين مالتيبل فاجس؟ هو ده كوكتيل كومباين مالتيبل فاجس مع بعض، تمام. الكومبوزيشن بتاعه انتستي بكتيريوفاج از ا كومبايند بريباريشن، بتحتوي على ميكس اوف سترايل فلتريت اوف فاجلايزيت اكتف 2 الشيجيلا والسالمونيلا والايكولاي والبروتياس مرابلس والاستافيلوكوكاس اوريس والسودوموناس وهكذا. بنستخدمها في ايه الانتستي بكتيريوفاج؟ بنستخدمه فور تريتمنت اند بروفلاكسيس اوف انتستاينال انفكشن اللي بتسببها المايكرو اورجانيزمز اللي احنا قلنا عليها، سواء كانت ديسنتري الديسنتريا البكتيريا او السالمونيلوزس او الديسبيبسيا او الانفكتيف كولايتس او الانتيرو كولايتس. طيب الدوز بنستخدمها ازاي؟ قال لك والله لو كان حد تشيلدرن لحد عمر 3 سنين بيستخدم اول مع اول فايل بياخد 5 ملي بير ادميشن، وبعد كده بياخد 4 تايمز في اليوم 30 مينت بيفور ميت. طيب وللتشيلدرن اللي هو اكتر من 3 سنوات والادلت بياخدوا 10 ملي ابون ادميشن مع اول مره، وبعد كده بياخد 4 مرات في اليوم ما بين كل مره 30 مينت بيفور ميت. طيب ده طبعا بيستخدمه اورالي لان هو بياخده اورال فور لوكال افكت ان ذا جي اي تي. طيب لو كان البيشنت، في عندنا برضو اذر برودكت اسمه بايو بكتيريوفاج، ده بيحتوي على بكتيريوفاج اكتف اجينست الاستافيلوكوكس والستريبتوكوكس والبروتياس والاشريشيا كولاي والسودوموناس، تمام. ده انتي بكتيريال سوليوشن فور توبيكال اند اورال يوز، 10 ملي 5 فايلز، كل فايل 10 ملي. ده هنا برضو كان for oral use، لكن اللي هناك بقى for oral and topical use. طيب البايو for oral and topical هو عبارة عن combined preparation من البكتيريوفاج، بيحتوي على بكتيريوفاج اكتف اجينست الاستافيلوكوكس والستريبت والايكولاي والسودوموناس اريجينوزا والبروتياس مرابلس، وبيحتوي على بعض الانكتف انجريدينت. بنستخدمه for treatment and prophylaxis of purulent inflammatory and enteric infection للابوف ليستد مايكرو اورجانيزم، تمام. ممكن بنستخدمه في حالات ريسبيراتوري، ممكن بنستخدمه في حالات درماتولوجيكال كتوبيكال ابلكيشنز او حالات اوكلر او في حالات البيرن او الووند او مثلا بعض الجاسترونتستينال انفكشن او الانفكشوز ديزيز اللي بتعملها الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي اللي هي كل السبيشيز او البكتيريا اللي موجوده عندي في الكومبوزيشن بتاعه. طيب اخر حاجه معانا هي الكلينيكال ترايل، والكلينيكال ترايل دي بتتكلم على فاج سيرابي. الفاج اسمه في بي جي اي سي، ده اسم العيله بتاعته. بنستخدمه اجينست بكتيريا اسمها اسينيتوباكتر بيوماني، بنشوف الافيكاسي بتاعت هذا الايه هذا الفاج. دي كانت كلينيكال ترايل ببلشد في، مش كلينيكال ترايل بقى لانها كانت معموله على على مايسز، فدي تعتبر بري كلينيكال ترايل لما معمولة على أنيمالز. ببلشد في أكتوبر 2016 في جورنال اسمه الفرونتيرز مايكروبيولوجي. طيب الاستادي دي كانت بتشوف الإفكاسي والسيفتي بتاعة الفاش سيرابي فور تريتمنت أوف مالتي أنتيبيوتيك ريزيستنت أسينيتوباكتر بيوماني. خد بالك بقى أسينيتوباكتر بيوماني بكتيريا فيري فيري ريزيستنس، ريزيست البنيسيلنز والسيفروسبورنز واللينزولايد والفانكومايسنز، مالتي انتيبيوتيك ريزيستنت، بتقاوم كل الانتيبيوتكس اللي افيلبل، فطبعا صعبه جدا في العلاج.
فيوم ما حاجه جرب بقى جرب الفاش ثيرابي ما جربوش على حاجه انا اوريدي بكتيريا سسبتابل وبكتيريا طيبه وضعيفه، لا انا لما اجربه اجربه على حاجه بقى تكون ريزيستنت واقول للفاج وريني شطارتك هل هتعرف تعالجها ولا. طيب the primary problem was that acinetobacter biomani is showing an extreme resistance to almost all antibiotics and also to chemical antiseptics and detergent. بكتيريا رخمة جدا وبتقاوم كل الديترجنت والانتيبيوتكس. طيب الاستادي هنا عملنا فيها ايه؟ جبنا الفاج ده وجبنا المايسز اللي احنا هنشتغل عليها وعملنا اندكشن لانفكشن وانفلاميشن في الفئران. اوكي عملنا اندكشن لانفلاميشن ل سكن ليجن اوكي وحطينا عليه الاسينيتوباكتر بيوماني تمام، وبعدين رحنا حطينا الايه الفاج. طيب عملنا في الاول ووند انفكشن انديوسد وبعدين ضفنا عليها الفاج. طيب وبعد كده رحنا نشوف بقى الايه الريزلتس، فلقينا ان الفيش ثيرابي بيقدر effectively decrease the number of bacteria isolated and treated from wound and all symptoms زي الريدنس والسويلنج والانفلاميشن. انتوا فاهمين الكلام ده ولا محدش فاهم؟ طيب القصه ايه؟ القصه ان احنا بنجيب الفئران دي، الفئران عندي، وبنعمل فيها اندكشن لووند، بنعمل فيها جرح. اوكي دي فئران التجارب، وبعدين باجي على الجرح ده بقوم جاي حاطط نقطتين او ثلاثه من الكالشر بتاعه الاسينيتوباكتر بيومين، بحيث ان الجرح ده يبقى ملوث بالايه بالاسينيتوباكتر بيومين، وبسيبها يومين ثلاثه لحد ما يحصل لها كولونايزيشن الاسينيتوباكتر بيوماني على الجرح اللي موجود في الفرين ده. وبعدين بجيب الفاج سيرابي بتاعي اللي انا متوقع ان هو ليه انتي بكتيريال افكت وبستخدمه توبيكالي على هذه الوند. طيب وبعدين ابتدي اشوف الساين والسيمتومز بتاعت الريدنس والانفلاميشن اللي اتكونت هنا يا ترى اخبارها ايه. فوجدوا ان الفاج سيرابي كان فيري فيري افكتيف ان هو تو ديكريز الساين والسيمتومز بتاعه الانفلاميشن والريدنس في الانفكتد راتس. من ناحيه تانية يبقى في راتس سليمه كنترول، راتس سليمه وبحط عليها بعمل فيها ووند مثلا وبحط عليه الفاج بريبريشن بس اوكي، واشوف هل حصل عندها مثلا انفلاميشن، هل الفاج ثيرابي ليه كومبليكيشنز، هل ليه توبيكال مثلا رياكشنز وهكذا، فلاقوا ان ما حصلش حاجه او كان السيفتي بتاعته كويس. اوكي يبقى ده هم ازاي عملوا تيستنج، عملوا انيمال موديل وجربوا فيه الووند وعملوا ووند انفكشن وازاي جربوا الموضوع. اوكي فده معنى الكلام ان هنا الفاش بتاعنا لقوا ان هو بيقلل الووند وكل السيمتوم زي الريدنس والسويلنج والانفلاميشن. طيب as a conclusion لازم نكون عارفين ان البكتيريوفاج effective in variety of situations in which antibiotics are generally ineffective، ودي النقطة المهمة جدا ان الفاج ثيرابي عندي effective في situations كتيرة in which antibiotic is not effective زي المالتي antibiotic resistant bacteria، ولكن the use of bacteriophage for drug resistant bacterial infection على الرغم من هو promising widespread is still in the early stages، انتشار الفاج ثيرابي ستيل لسه في المرحله الايرلي، لسه ما انتشرش على مستوى العالم، بيواجه بعض الصعوبات، بيواجه بعض المشاكل في الترخيص في الريجوليشنز في اليونايتد ستيتس في الاف دي اي، فمحتاجين اكستنسيف ريسيرشز، محتاجين ستادز اكتر تو بروف سيفتي اند افيكاسي اوف فاج ثيرابي، ولكنه ستيل ا بروميسنج تريتمنت اجينست مالتي دراج ريزيستنت انتي مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. في نهاية هذا الموضوع بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.